حبيب العز طبيب نسفي خصي شفنا اللاعب وسام العمدوني تعرض لإصابة، لو كانت تعطينا فكرة على الإصابة ولو أولية قبل مش يعمل الكشوفات اللازمة. لا والله لا يون كونتيزيون كبيرة ان بكي في وسط الكويس نتاعو، دونك نورمالمون لاباس. لا محالة، الأوجاع هي اللي مش تحكم في الماتش هذا اللي جاي، ما سينو ما قدرة ربي ما تمثل حتى خطورة. ماشي إصابة خطيرة يعني؟ لا لا ماهيش خطيرة. ان بكي قبل الإصابة اسكو صار كونتاكت ولا وحدك؟ والله كونتاكت مع الجارديان بركتو، أنا تعرف البلاريتيخ حط ركبته وما نعرفش اسكو بالعاني مش بالعاني، أما الحمد لله إن شاء الله لاباس. وكاو إن شاء الله عايشك.